اهلا بكم دكاتره. كان النهارده عن درس اللي هو النون اكسيدنتال انجري في الاطفال. يعني ايه نون اكسيدنتال انجري؟ والله من العنوان كده معناها ان هي نون اكسيدنتال، يعني هي انا يعني هي ايه يعني هي مفتعله، يعني هو الانجري اللي حصلت في الطفل دي هتكون مفتعله، او ان هو هيكون قصدها، هيكون قصد مين اللي هيكون قصدها؟ اكيد الكير جيفر بتاعه اللي هو بيربيه، سواء ابوه او امه، او اللي هو ايه، او الوصي عليه لو ما مش موجودين يعني، او مثلا المؤسسه اللي هو فيها او ايا كان. فطب ليه معنى تاني الشابتر ده؟ زمان كانوا بيسموه التشايلد ابيوز، وكانوا بيدونا هي انواع الابيوز، وكان هو ثم ادوكوا الفيزيكال ابيوز اللي هو اللي هو ايه الانجري الجسدي بس. فتعالى نبتدي كده ونتكلم. يقول لك والله طب ايه هي الكاركتر بتاع التشايلد ابيوز؟ يقول لك والله بص، التشايلد ابيوز دي ده راجل بي ايه او راجل بيعذب ابنه لسبب ما، سواء هو مش عايزه، سواء هو مثلا في يعني هو راجل مثلا خمورجي من الاخر ومش طايق نفسه، واحد كده يعني، فاهم؟ فده معنى الشايلد ده يعني كده. طب هو الطفل اللي بيتعرض للابيوز ده، هل هو بيتعرض ليه مره واحده في حياته؟ لا، هو على طول بينضرب، يعني مثلا كل يومين ثلاثه. فبالتالي بتكون الابيوز ده بيبقى ايه؟ ابوزيد. يعني ايه ابوزيد؟ يعني اتاكس، بيبقى ايه؟ من انجز مختلفه، يعني مثلا مره هيعضه، مره يضربه، مره مثلا يروح ضربه بحاجه حاده، مره مثلا بس لا ما بيضربش حاجه حاده، يعني ايه دي؟ مره يديله بوكس، مره يديله في وشه، قلم على وشه، فاهم قصدي؟ تبقى انجز مختلفه، فبتعمل ابريجن وكونتيوجن مره ووند مره، فتبقى ايه؟ different ages وديفرنت ايدج اوف هيلينج. ليه؟ لان احنا قلنا على طول هو بيتعرض للابيوز باستمرار وتراكمات من الابيوز وهكذا، وبتبقى طبعا في كل اجزاء جسمه، لان الراجل هو بيلطش مش شايف قدامه. تمام. كاب جميل خالص. وبيقول لك انها بتتميز بالديلي ريبورت. يعني ليه بقى ليه بتتميز بالديلي ريبورت؟ لان الراجل ده لما بيجي يضرب ابنه طبعا بايه؟ بيكسر عضمه زي ما بيقول، بينزل فوقيه بيبهدله. فبالتالي لو الطفل ده حصل له مشكله ممكن تؤثر على حياته او انها تعمل له عاهه او بتاع، بيبدا ان هو يجري بيه على المستشفى. بس هو هل هيجري بيه في وقتها؟ يقول لك لا، هشوف الاول هل هو بيتدلع ولا ايه، ما هو بقى قلبه مش على الواد يعني، فاهم قصدي؟ فيبقى في ايه ديلي ريبورتنج ممكن لايام حتى، فاهم فكره؟ وبيقول لك بقى ايه، وبيقول لك ايه بقى، بيقول لك طبعا ان هو ما بيديش الهيستوري زي صح، يعني ما بيديش الهيستوري صح، يعني مثلا ان انت عملت ايه، والله ده الواد وقع، فاهم؟ ويكون مثلا في مثلا حاجه زي كده، يقول لك ده الواد وقع، فطبعا بيبقى ايه الهيستوري مضروب، فاهم قصدي؟ فبتبقى كده يعني، فيبقى في ديلي ريبورتنج، ويقول لك كل شويه بيقول لك ايه تغير في اكسدينيشن وهكذا. طب جميل، ايه اكتر حته هتشوفها الانج دي؟ والله الانج دي ممكن يحصل في اي حته، يعني بيبقى في الجلد، بيبقى في العظم، بيبقى في الدماغ، يديله بوكس، يعمله سبديورال اسمه ايه ده، ايبيديورال هيماتوما، اي حاجه، ممكن في البصره يفرقع له ليفر او سبلين، ممكن اي حاجه تتعور فيه. بس اكتر حاجات بتبان، والحاجه الوحيده اللي تقدر تشوفها بعينيك السكن، صح؟ السكن ده الحاجه الاساسيه اللي تقدر تشوفها بعينيك وتقدر تحكم عليها. تمام. يقول لك السكيلتون، اكيد القصور برضو بتبان، يعني انت لما تيجي تلطش حد او تضربه حد غالبا هتعمله كلمات وكسور، مش ما غالبا مش ايه مش هيكون في دماغك ان انت تضربه في مخه مثلا، فاهم قصدي؟ وبيقول لك ان هو اشهر حاجه الوفاه هي الهيد انجز. دي كانت الكاركترز بتاعت، يعني بيقول لك اكتر سبب الوفاه الهيد انجز، زي ما قلت لك طبعا ايه، فكانت تضرب في المخ يعني. بعد كده ثاني اكتر حاجه بتموت البسر، بس اكتر حاجه بقى، بص خلي بالك معايا، اكتر حاجه بتظهر هي السكين والسكيلتون. دي الايه؟ الاكثر ظهورا او الاكثر الموست كومن انجرز، دي الغالبيه. بس ايه اللي يموت؟ اللي يموت السكن والسكلتون، حد يموت من السكن بتاعه، من الجلد بتاعه؟ لا، بيموت بسبب ايه؟ خبطه في دماغه او خبطه في البصره بتاعته اللي هي ايه، في بطنه يعني، بيضربه في بطنه، يفرقع له ليفر، يقطع له الميزنتري بتاعه اللي بيدي بلاد سبلاي للانتستين، يعمل له هيموريدج جامد زي احنا اتكلمنا قبل كده في الريجونال وهكذا يعني. فبس يعني ده الحوار. فيعني ده اسمها جنرال كاركترز. لو انت يعني هو هيكلمك بعدين بس مش وقته. دي الحته دي مهم تكون فاهمها، ان الابيوز او النون اكسيدنتال انجري في التشايلد ان هي ديفرنت تايب اوف انجريز وذ ديفرنت ايج وذ مالتيبل سايت اوف مالتيبل سايت اوف بودي. ليه بقول لك الكلمه دي؟ لانه بعد كده هيفرق لك بينها، ان هو لو الواد ده مات بالابيوز، فهو لو مات بالابيوز فبالتالي هيبقى بسبب تراكمات من الابيوز، يعني هو كل شويه ينضرب وياخد علقه محترمه لدرجه ان هو مع الوقت هيحصل له مثلا اكتر من كسر، ممكن مع الوقت يضرب له فيسرال، بس هيبقى الواد ده ايه؟ جسمه فيه علامات ابيوز كتيره، اللي هي كدمات وسحاجات وكسور وهكذا. على عكس لو واحد، فممكن الواد ده من كتر الضرب ده يموت، فاهم قصدي؟ ممكن يموت من كتر الضرب. طيب ممكن بقى، فساعتها بقى المفروض تفرق بين ان هو الراجل اللي هو ضربه ده، الراجل ده كان عايز يموته من الاول، يعني ده اصلا واحد كان داخل بنيه الهوموسايد وعايز يقتل وبتاع، وواحد قتل ابنه بالغلط وهو ايه في حوار الابيوز. اللي هو قاصد يقتل غالبا بتبقى اتاك واحده، يعني ايه، هو خلاص هو رايح يقتل، فهي كانت ضربه واحده مثلا، وكان غالبا بيستعمل سلاح، وبتبقى خلاص يعني هي بتبقى كده يعني، فبتبقى هي انجري واحده وفي مكان واحد، وغالبا بيبقى باستعمال سلاح. تمام، بيبقى مستعمل مثلا سكينه، مستعمل جن جوا مسدس، مستعمل كده يعني. طب ماشي، بقول لك قول لي يا ابني انواع الايه الانجريز. اول حاجه هيتكلم عنها ايه؟ السكيل ببساطه.
طب السكن هو بصراحه هم الحمد لله يعني سخطوا لكم الشطر ودي حاجه حلوه. اول حاجه بروزنج، تعرف يعني ايه بروزنج؟ اللي عارف انت الكدمات، الكدمات دي لما قلنا بنضرب بحاجه بلانت هيفي بلانت، والحاجه الهيفي بلانت دي قلنا والله ان هي ما بتعديش الاسيست بتاع السكن، وكانت بتعمل بتراكم دم يعني تحت السكن، تمام، بتعمل زي هيماتوما كده او دم تحت السكن وخلاص. طيب فبيقول لك والله في بروزنج معينه لو انت شفتها في الطفل، يعني هو اي بروز انت بتشوفه في اي حد تقول لي ده تشايلد ابيوز؟ لا طبعا. فيقول لك لا، ده في بروزس معينه لو انت شفتها دي تقول لك ايه؟ ان هي دي تشايلد ابيوز، وكمان بتبقى ايه؟ وذ ديفرنت ايجز، لانها بتبقى اكتر من واحده. جميل؟ طب ايه هي الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي؟ قال لك والله زي مثلا حاجه اسمها الفينجر تيب بريشر. ايه الفينجر تيب بريشر دي؟ اللي هي دي بتعمل بايه؟ باطراف الصوابع، اطراف الصوابع اللي هي ايه؟ شفت انت العقله الثالثه من صوابعك؟ اه. طب انت احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الهيد انجريز لما انا قلت لك، شفت انت فاكر خلوص صعيدي؟ اه، خلوص صعيدي ده اللي كان بيرفع الولد يقعد يهز فيه، او الام اللي هي الرخمه اللي ابنها يعيط ويصوت وتروح من كتر الزهق تروح رافعه وتهزه لحد ما يدوخ. فدي اسمها ايه؟ اسمها، وتهيألي اتكلمنا عنها برضه قبل كده في شابتر البروزنج، او انا جبت سيرتها حتى لو مش مكتوبه، يعني انا متاكد ان انا جبت سيرتها. ده فاك شكل ايه؟ السيكويت بروز اهو، اللي هو ايه؟ اللي هي اطراف الصابع. وده على فكره اللي هو ده اهو، ده منظر ايه؟ تشيك بيبي سندروم، اللي تشيكن بيبي سندروم اللي هو خلو الصعيد اللي هو بيقعد يرفع الواد ويقعد يهزه ايه في الهواء. فده شكل بقى ده في بطنه هو ايه، واكيد في ظهره، فبالتالي دي ايه؟ هي دي الفينجر تيب بريشر. تاني حاجه السلاب مارك، السلاب مارك سلاب اللي هو قلم طخ، هو زي انت شايف كده، فدي تاني حاجه سلاب مارك. ده بايه؟ بالصوابع برضه، بس الصوابع كله، انت الفكره سلاب مارك. يقول لك والله ايه البايت مارك اللي هي العض، اكيد جايب لك جايب لها صوره، هتلاقي لها صوره خالص. ايوه هي دي. فيقول لك بص، في البايت مارك انت عايز تفرق حاجتين، هل البايت مارك دي اللي عملها انسان ولا عملها حيوان؟ طب احنا ازاي بنفرق بين عضه الانسان وعضه الحيوان؟ قلنا عضه الانسان بتبقى ارشد، انما عضه الحيوان بتبقى براري لاينز، صح الكلام؟ صح الكلام. تاني حاجه انت عايز تفرقها، هل العضه دي بتاعت شخص كبير ولا طفل صغير معاه في الحضانه؟ يعني مثلا عيل في الحضانه مثلا، انت عايز تعرف هل صاحبه العبيط الاهبل كان بيهزر معاه في الحضانه وعضه، ده حوار اسمه تنمر، دي حاجه تانيه، ولا اهله اللي بيعذبوه في البيت؟ فبيقول لك لو، او مثلا اخوه مثلا الكبير بيعضه، اخوه كبير شويه، فاهم قصدي؟ مش اخوه كبير قوي يعني، طيب ما علينا. فيقول لك لو العضه القرش صغير، فانت المفروض تفرق بين القرش، لو فيها قرش صغننه كده دي بتاعت عيل صغير في الحضانه، ده مش ابيوز، تمام؟ انما لو كبيره كده لا، دي ابيوز. وغالبا بيقول لك ان العض ده بتلجا ليه الام، الاب لو هيمسكه هيمسكه هيكسر عضه، انما الام بتعض بس تبقى كلبانه شويه. ف مش عارف والله. فيقول لك اه، بيقول لك بيتعامل غالبا بالام، وان هو بيتفرع عن البروز العاديه، بيقول لك لازم تفرقها مثلا عن اللي هم اصحابه في الحضانه، عن طريق ان البايت بتبقى ايه؟ وزنر وقرش، نبقى ايه صغيره، وان هي اصغر من بتاعت الادلت، او هي معموله من البيت دوميستيك بيت اللي هي الحيوان اللي معاه في البيت، ممكن تبقى ايه برر له بس. ماشي. طب تالت حاجه يقول لك البلاك ايز. ايه البلاك اي ده؟ احنا اتكلمنا البلاك اي، فاكر انت ديفرنشال دايجنوزس اوف بلاك اي، وقلنا والله يا اما اديته بوكس في عينيه، يا اما اديته بوكس فوق عينيه، يا اما ايه فراكشر انتروبينال فصه. ودي صوره كنت جايبها لك البلاك اي، اكيد شفتها مليون مره قبل كده، اهي دي بلاك اي اهي، يعني تمام كده. ماشي، جميل جميل. طب بعدين خلاص كده بالنسبه للسكن، هو بصراحه كان في يعني ممكن تكتبهم، ممكن كانوا موجودين عندنا وممكن يتسال فيهم، انتم مش عادي يعني. حاجه اسمها البنش مارك. ايه البنش مارك دي؟ اللي انت تقرص واحد كده، عارف انت، لا تحط صباعك اللي هو ده الابهام والسبابه، وتروح قرص حاططهم كده وحاطط الجلده بينهم وتروح فاعص. ايه ده؟ زي ما الحاجه كده احيانا بتهزر معاك مثلا من كتفك ولا بتاع، تروح لفه كده، ده اسمه بنش مارك. يبقى شكلها ايه؟ شكلها باتر فلاي. ليه بقى؟ لان الابهام تخين، باتر فلاي بيتر فلاي اللي هي شبه الفراشه. طب ليه شبه الفراشه؟ لان الابهام كبير والسبابه تبقى صغيره، فبالتالي هيعمل هيبقى ليها جريت وينج وجناح كبير وجناح صغير، يعني فشبهوها بالبتر فلاي. في برضو ايه، في حاجه اسمها النكل بنش، ممكن تتسالوا فيها، وكانوا كانت عندنا حاجه اسمها اللوب مارك برضه، كانت في الكتاب وكان برضه كانوا بيشرحوها لنا، فممكن تشرحوها في السكاش. النكل بنش دي اللي هي ايه؟ واحد ادى بوكس، عارف انت البوكس، فتعالى بس هوريكم الصور بالمره، اوقف بس تسجيل سريع اجيب الصور. يعني دي الناكل بينش اهي، تبقى ايه؟ دي صوابع واحده اهي زي ما انت شايف كده، وعايز تديله بوكس في ضهره، فغالبا زي ما انت شايف كده تبقى شبه الصوابع. يعني مثلا دي واضحه قوي، يعني دي اللي انا بعلم عليها دي واضحه قوي بصراحه انها ايه؟ انها ناكل بينش يعني. فدي اسمها، بص انا هقولها لك مره يعني، فاهم؟ بحيث انت ايه؟ تكون شفتها مره. دي هي اللي هي بتاع الايه؟ اللي هي اللي اسمها ايه اللي انا قلت لك عليها، اللي هي البينش مارك. البينش مارك ديت اللي هي ايه؟ وينج كبير، ده بتاع الابهام، وينج صغير ده بتاع السبابه، فاهم انت؟ وده برضه وينج كبير وينج صغير، ده في مكان مش لطيف بصراحه. في حاجه اسمها اللوب مارك، دي بتاعت الحزام، يعني دي ضرب بالحزام. احنا خدنا حاجه واحده فاكر زيها، كانت اللي هي الوايب، كان فاكر انت كان يقول لك ان هي ترام لاين وتبقى لفه على كيرفد على البادي، اللي هي بتبقى خطين متوازيين دول، فاكرهم؟ بتاع الخرزانه والايه والبتاع ده، وده شكل برضه لوب مارك ثانيه بتاعت ايه؟ بتاعت الحزام اهي، ده لوب مارك كمان اهوت. جميل. طيب خلاص بقى مثال كده خلاص، يعني دي حاجات لا كنت ايه دي اتلغت، بس ايه اعرفها برضه، ممكن ايه اقولها لك في السكشن ولا بتاع، اقول لك مطالب بيها ولا حاجه. طب جميل، بعد كده كده ايه لسه في السكين، اول حاجه خدناها ايه؟ البروزنج اللي هي ايه؟ بروسس اللي هي الكدمات. طب تاني حاجه هيقول لك الحروق، والله احنا خدنا ثلاث انواع كامل الحروق، حاجه اسمها دراي بيرد،
والسكالت والايه والكروسف. الكروسف ما فيش حد بيعذب ابنه بالكروسف، ليه؟ هيموته ان شاء الله. ما فيش حد بيجيب ميه نار ويدلوها على حد، دي مش هزار يا معلم، او مش تربيه يعني. ده كده جاي من تحت الكوبري، ماشي. طب جميل. فالبيرنز قال لك والله ان هي تبقى، طبعا انت دلوقتي واحده بتحرق ابنها، اشهر حاجه عندنا في البيوت اللي هو تجيب معلقه وتسخنها على البوتاجاز وتحرق ابنها، دي حاجه معروفه يعني. فده ايه؟ ده ابيوز يا معلم، ده مش تربيه برضه، فاهم؟ بقول لك ده. طب البيرن اللي هو معمول كابيوز، هل ده اكسيدنتال؟ يعني هو هيتلمس سنه كده ويطلع يجري، او ان هو، فاهم قصدي؟ لا، ده مش اكسيدنتال. فبالتالي هو الست مثلا بيجي المعلقه دي بتحطها على الجلد وتثبتها على الجلد، فتبقى ايه؟ تبقى مور سيفير، تبقى اوحش طبعا من الحرق العادي، تبقى ديب، وتبقى اكبر من الاكسيدنتال بيرن. ليه؟ لان هي مفتعله وايه ومرض التعذيب، فاهم قصدي؟ طيب يقول لك والله زي ما انا قلت لك في حاجه اسمها الدراي بيرن. هو هداك هنا مثال، يقول لك ايه؟ حاجه اسمها الهوت ايرون. ايه الهوت ايرون ده؟ اللي هي المكوى يعني، مش الحديد. اه والله، بيتحط على الهاند والباتوكس والليج، وجايب لك ليها صوره برده من هو نفس البتاع، بس انا قلت اجيبها لكم يعني. ده اهو ده اللاب معلم، ما شاء الله، ماشي اهو. بالله عليك يا اخي، بالله عليك، اصمم اصمم، بالله عليك اهو. ديت الايه؟ الهوت ايرون، مكوى سخن. حلو الكلام، حلو. فدي الهوت ايرون، دي ايه؟ يعتبر ديت ايه؟ اللي هي الدرايبر. بعد كده السكولد. السكولد احنا اتكلمنا قبل كده عن حاجه اسمها الايه؟ الاميرشن سكولد. الاميرشن سكولد دي لما تجيب الولد وايه؟ وتنزله في ايه؟ في بانيو مليان ميه سخنه مثلا، او طشت في ميه سخنه. فبالتالي طبعا ده برضو ايه؟ نوع التعذيب، واتكلمنا قبل كده عنه في ايه؟ في شابتر البيرد. وقلت لك بيبقى في حاجه مع المغزى اسمها ديماركيشن لاين، وتبقى في الباتوكس والهيل وهكذا، فاكر انت الكلام ده؟ اهو بقول لك الهوت ليكويد والسكولد ده بيحصل عن طريق ديبنج انتو ايه؟ هوت ليكويد، ترميه في هوت ليكويد، ويبقى موجود غالبا في الهاند والباتوكس والابر سايد. طب فين الصوره بتاعته؟ طبعا الصور كبيره فما اعرفش اهو. بص اهو، فين الديماركيشن لاين في القعده دي؟ هتشل ناو، هتشل ناو. فين الديماركيشن لاين؟ ايه، ارفع بس الشاشه عشان اجري وراك. لو ده الديماركيشن لاين، ده الديماركيشن لاين زي ما قلت لك ايه؟ ده على الباتوكس اهوت، ده على الهيل زي ما انت شايف كده يعني، بياخد اماكن معديه. ده برده ده على الرجل اهوت، ومثال جايب لكم صوره ليه في الكتاب برده، يعني صوره تخيليه. فين 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 فين؟ اهي بص اهي، ده السكول ده اهوت، برده في عامل لك الديماركيشن لاين لطيف اهوت في الكتاب، وده برده في ايديه ورجليه، اللي هو لو نزل في ايديه ورجليه يعني. ماشي يا عم، جميل خالص. طب بقى تالت بيرن بقى، هو لازم يديك بيرن تالت بدل البتاع ده، بدل الكروسيفس. فيقول لك ايه بقى؟ فيقول لك في حاجه اسمها السيجريت بيرن. هو عارف انت ابوه بيطفي فيها سجاير، عارف انت بيطفي فيها سجاير، او ده بيطفي فيها سجاير. يقول لك بقى ان هو ايه؟ والله شكل السيجاره ايه؟ سيركولار، صح؟ وايه ممكن تبقى ترانجولار لو في دماغك. طب هي لو هي لسه محروق، واحد بيتحرق الحرق لونه ايه؟ احمر، صح؟ لونه ريد. طب بعد كده هيبقى لونه سيلفر، سبحان الله يعني، اللي هو حصل له هيلينج يعني. بديهيات حمل هلال، بس يعني دي صور ايه؟ واحد اتطفى في قفاه سجاير او في دراعه او في حته يعني. مثلا يقول لك ان دي فريش يعني، دي محمره لسه، ودي حمراء، ودي حمراء، ماشي. انما دي لا، دي قديمه، دي هيلت، اللي هي دي كده هيلت، دي كده مثلا هيلت اهي، فاهم؟ انما اللي انا عامل عليهم سهم دول، ده دول لسه فريش يعني، اهم علينا يعني، ماشي. فده ايه؟ فانت عندك ممكن تعذب الواد بالمكوه، ممكن تعذبه ترميه في الميه، ممكن تعذبه بالسيجاره في الدنيا الغداره، ماشي يعني. طيب كده خلصنا ايه؟ كده خلصنا السكين، كده خلصنا ايه؟ السكن. قلنا ان ممكن تعذب السكن ده، ممكن تحرقه يا ممكن تضربه. فتضربه تعمل له كدمه، تحرقه تعمل له ايه؟ تعمل له حرق، سبحان الله يعني. طيب بعد كده عندك السكريتال ليجنز. السكريتال ليجنز دي في العظم يعني، مشاكل في ايه؟ اللي هي الحاجات في العظم. لما اضرب حد او اضرب عيل صغير اللي هيحصل له هيتكسر ان شاء الله. بيقول لك بص، الفراكشر ده او الكسر اللي هيحصل ده ممكن يبقى فراكشر فريش او هولد اولد هيلد. يعني ايه فريش؟ فريش يعني لسه معمول، ما حصلوش هيلينج. انما لو اولد هيلد بيبقى ايه؟ حصل له حاجه، بيبقى العظم. شفت انت السكن لما واحد يفتح له بشله في وشه، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اسكار، صح؟ الاسكار دي شكلها مختلف عن الجلد. ليه؟ لان هي عباره عن فايبروزس، فايبرس تيشو، او بيسموه يعني جرانيوليشن تيشو، وات ايفر، ما هتفرق، بس هيحصل ايه؟ من غير فايبروزس، صح؟ نفس الفكره بتحصل في العظم. العظم لما بيهيل برده بيهيل بفايبروزس اسمه الكلس. الكلس ده هو نفس فكره الايه؟ السكن، الاسكار بتاع السكن، بس الفرق ان الكلس ده بيتحط عليه كالسيوم فيبقى كلس بكالسيوم، اللي هو فايبروزس بكالسيوم، فيعمل حاجه شبه العظم بس ما يبقاش عظم، تمام؟ ده الهيلنج بتاع العظم. فبالتالي شكله هيبقى مختلف عن العظم، يعني انت هتشوف الاشعه هتشوف ايه؟ زي حاجه عفاشه كده في الاشعه يعني، بس ما علينا يا ده مش عليك يعني، بس انا بفهمك اللي هي فكره الاولد هيلينج وفكره الكلس، ان ده ما بيبقاش عظم، بيبقى ماتريكس اس كده اسمه كلس، والكلس ده بعد كده بنحط عليه كالسيوم هيبقى شبه العظم. حلو؟ ما علينا. طيب في بالنسبه للفريش فراكشر مديك مثال عليه، والحمد لله ان هم شالوا برده كلام هنا. طب بص، الفريش فراكشر ده حاجه على راس اسمها سبايرال فراكشر. يعني كلمه سبايرال فراكشر؟ بص يا ريس، انت عندك مثلا عظمه اهي، عظمه شايل العروسه بتاعتي مشهوره جدا، شايل العروسه، بص شايل العروسه. طيب السبايرال فراكشر ده بيحصل نتيجه ان انت لفيت العظمه على نفسها، يعني انت جبت العظمه دي كده ولفتها في هذا الاتجاه. حلو الكلام، حلو الكلام. فالفراكشر هيبقى كده؟ لا، ما يبقاش كده. كده لو هو ايه؟ لو واحد وقع على دراعه ودراعه ايه؟ اتزح في اتجاه واحد، ده يبقى اسمه ايه؟ اللي هو الكراك العادي، اللي هو الفراكشر العادي، ما عليكم الاسامي يعني. بس كلمه سبايرال فراكشر يعني ايه؟ يعني الفراكشر جاي بانك لويت دراع واحد والفراكشر جاي كده، فاهم قصدي؟ وبعد كده راح لافف كده، ده اسمه سبايرال فراكشر، ان هو ايه؟ لافف يعني، هو يعني
طيب يا ساتر يا رب. ماشي ما علينا. يا جدع بقى امسح بقى، يا جدع بقى بطل رخامة. ماشي يا لو والله هتشل، هموت هموت يا ناس، سيبيني سيبيني. المهم يعني والله ما انا مسحت، اعمل ايه يعني، خلاص بقى. يا لهوي على الهبل، لو المونتاج شالهاش يا جدعان ادعوا لي، والله ادعوا لي ربنا يتوب عليا من الجهاز ده عشان هتشل منه. ما اعرفش بقى ماله لان لسه مشغله. الله ده نسى اللي انا عملته اصلا. جميل والله. بص دي بقيه العظمه شايل على حلو. فقلنا ايه ان الفراكشر هيجي ازاي، هيبقى داير ان داير كده يا ناصر. فزي ما قلنا ان السبايرال فراكشر ده الف كده من قدام كده وبعد كده يلف من ورا تاني، فتلاقي ايه، فتلاقيه بيلف. يعني هو ده اسمه سبايرال، يعني ايه يعني دائري. فنفس البص دي الصوره ليه عشان تبقى متخيل ان هي العظمه ايه لفت ورجعت تاني. تمام. فهي العظمه ايه زي ما تكون ملفوفه كده، يعني انت هتلاقي العظمه موصوله للعظمه وايه في لفه كده. هتقول لي طب ده فراكشر؟ لا دي ده الفايسز، مش احنا في حاجه اسمها الفايسز او الانفيزيال بليت بكارتلج، فبالتالي بيبقى بيبان بالشكل ده فما يلخفنكش البتاع ده. ده الفراكشر، مفيش اصلا فراكشر هيبقى شكله يعني شكله يعني ايه مش متعرق كده. تمام. فالفراكشر لا بيبقى شكله عامل كده، لازم يكون عامل كده. فبص الشعر عامل ازاي، مش متساوي يعني. برضو ده هو سبايرال فراكشر اهوت. الفكره ان هو ايه لاف وخلاص، دي الفكره يعني. انما لو كراك عادي، لو فراكشر عادي هتلاقيه جاي كده ماشي، انما ده جاي بزاويه كده ولافف، يعني لافف داير ان داير. الفراكشر غالبا بيبقى في كورت، يعني بيبقى في اتجاه واحد. يعني مثلا تلاقي فراكشر هنا بس ودي سليمه، تمام. يعني مثلا تلاقي دي فراكشر ودي سليمه، ده الفراكشر العادي. انما ده سبايرال بياخد الايه العظمه داير ان داير كده، اسمه سبايرال فراكشر. ماشي ما علينا يعني. جميل. فبيقول لك بيحصل ازاي؟ قال لك والله بيبقى ده طبعا بيقول لك عن طريق التويستنج، زي ما قلت لك انت لفيت ايه دراع واحد، فبالتالي بيحصل سبايرال فراكشر ده. او ان هو بيحصل حاجه اسمها القلص، ده المغزى. ايه القلص ده؟ ده عباره عن هيلنج. فيقول لك والله هو مديك هنا يعني مثال واحد على حوار الهيلنج ده، ويقول لك ان هو بيحصل نتيجه ان هو او عيل نايم على ظهره كده وواحد داس عليه، فلما يدوس عليه ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله ده صدره صح، مش فيه هنا ستيرنم كده، اه وفيه هنا ريبس، اه الريبس دي ايه هتتكسر. فالريبس دي هتتكسر من قدام ولا من ورا؟ يقول لك من ورا. احنا خدناها قبل كده في الايه في الريجونال، فاكر لو رجعنا للريجونال، والله ما عارف اني واحده ريجونال فيهم بس يعني ايه لا هي ابدا. بص فين فين اي اي بص اهي بتاع الاندايركت فورس. قال لك والله ايه الفراكشر اوكور في البوستيرور انجل. تمام. فبتحصل فين في البوستيرور انجل ازاي بقى؟ قلت لك ازاي بيحصل اندايركت؟ قال لك قلت لك عن طريق شيست كومبريشن، انت دوست على صدر واحد. تمام. فايه ده؟ لا ده مش تبعنا ده. فهو فهي نفس الفكره برضه، بس ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ ان هيحصل فراكشر وبعد كده هيهيل، فبعد ما يهيل بيبقى بيحصل المنظر اللي انت شايفه ده. ثواني كده هجيبه لك اهو. ايه اللي بيحصل؟ شايف انت ده قلص اهو، وده قلص اهو، وده قلص اهو، ده زيهم اهوت، وده قلص. ايه شكل القلص ده؟ يقول لك شبه الايه؟ شبه البلي، شبه الخرس. فشبهوه بايه؟ تخيل الشاعر ان هناك خيط هنا وهنا في ايه؟ في خرس، فسموها سترنج بيدز ابيرنس، يعني الخيط اللي فيه خرس. اه والله فزي السبحه يعني، ده الامار. طب ايه ده مهم جدا وهيجي لك عمل ان شاء الله نسبه 99% البتاع ده هيجي لك عمل. المنظر العجيب ده، فمنظر السترنج بيدز ابيرنس ده بيجي بنسبه كبيره جدا، ممكن يجي لك طبعا ما عندكوش اندراو، بس هيجي لكم عمل، هيجي لكم عمل. جميل. فده هو اهو عباره عن ايه؟ عباره بيقول لك بقى ده بيقول لك ان هو لونج تيرم ابيوز. ليه لونج تيرم؟ لان هو عباره عن هيل صح؟ هيل دي كلس اللي هو حاجه قديمه، ده هيلنج. بيقول لك بقى ان انت بتشوفه على شكل حاجه اسمها سترنج بيدز ابيرنس. جميل جميل. عن طريق ان انت عملت سكويز على الشيست زي ما انا قلت لك، قلنا ان انا قلت لك كمان في الايه؟ في الريجنال. تمام. طب بقى كده بيقول لك بص يعني انت من الاخر كده، هل الواد اللي انت شكيت ان هو عنده تشايلد اللي هو بيتعرض لابيوز ده او بيتعرض لان اكسنتال انجري باستمرار، هل الواد ده لو انت شفت عليه سكين بتسيبه كده؟ يعني انت لو شفت عليه مثلا بروزنج وبيرن وبتاع وانت شكيت ان هو كده، المفروض لازم تعمل له اكس راي. ليه لازم تعمل له اكس راي؟ لانك انت اللي غالبا هيتعرض لكميه الضرب دي غالبا هيكون فيه كسر، والكسر ده انت مش هتشوفه بعينيك، يعني من الحاجات اللي هو بيقوله لك. وبيقول لك والله فبالتالي بيقول لك اهو سكيتال سيرفي اللي هو تعمله اكس راي، ده حاجه لازمه جدا لايه؟ حتى لو انت مش شايف الفراكشر. ليه؟ لان انت ممكن انت ما تشوفش الفراكشر بعينيك، اللي هو الراجل مكسور وانت مش شايف الفراكشر بعينيك، فانت لازم تعمله اكس راي يعني. طيب بعد كده يقول لك بعد كده فاكر ده الهيد انجريز، قلت لك ده اكتر حاجه بتموت، فده هيعمل ديس، ده ذا موست كومن كوز اوف ديس، وغالبا ده بيحصل في الاطفال اللي هم تحت السنتين. عارف ليه؟ بسبب فاكر انت خلاص الصعيد اللي بيرفع الواد يقعد يهز لفوق وهو بيعيط، ما هو ده الهيد انجري. هو ايه هو الهيد انجري بس سكال فراكشر؟ لا ممكن تكون ايه ساب ديورال هيماتوم، وده ذا موست كومن، ده الموست كومن في الهيد انجري. تمام. ان هو ايه خلو الصعيد اللي هو يقعد يهز ايه بيقول لك بقى عن طريق الدايركت اللي هو عن طريق الفكره الشيكنج. واكتب كده شيكنج بيبي سندروم،
وكتبها كده عشان هم نفسهم بيقولوها بالطريقه دي، وده الاسم العلمي ليها والاسم الطبي اللي اسمها شيكن بيبي سندروم. ده الواد عنده سب ديورال هيماتوم. حلو الكلام، حلو الكلام، حلو. فهوت ان هو الهيد انجري دي ايه اكتر حاجه بتموت، بتموت، وان هو ده بيحصل ممكن يحصل مثلا ببوكس، ببوكس تاني بلو او بارس سبحان الله، او هيد سلاب او صدغه جامده ممكن يترمي على الارض. المشكله ان هو بيغير كلامه يعني. المهم ان هو بيقول لك ايه، ان هو غالبا بيحصل سكال فراكشر او زي ما قلت لك او بتاع او سب دورال هيماتوما وخلاص ماشي، او ممكن يحصل بقى سيريبرال اديما. قلت لك مليون مره يعني فيوز اكسونال انجري، ان الواد ايه الاكسونز بتاع النيورونز بتاعت المخ بتتقطع، فاسمه ده فيوز اكسونال انجري. زي الواد الراجل اشهر مثال ليها، المخ بيركب عربيه بسرعه 120 كيلو، بعد كده خبط في حيطه او في عمود فتحول من 120 لصفر مره واحده، فمخه اتفرتك. جميل، ده اشهر حاجه ليها يعني فيوز اكسونال انجري. وقلنا انها كانت بتدخله لو انت فاكر في سسبندد انيميشن، فاكر انت سسبندد انيميشن؟ يا سلام، ماشي مالين. طب تاني حاجه يقول لك والله الفيسرال انجري، وبصراحه هم برضو والله اوجازوا بصراحه. يقول لك والله ايه، ممكن لو انت ضربت حد عيل بوكس صغير في بوكس في بطنه، فايه اللي يحصل؟ ممكن ترابشر له ليفر، او ممكن ترابشر له انتست، تقطع له الانتستين يعني. إيه ما علينا يعني. طب يقول لك والنسبلين مش قوي ليه؟ لان هو انت بتضرب البوكس من قدام مش من ورا، فالبوكس قدام الليفر قدام، انت عارف النسبلين في الظهر، النسبلين ورا في الظهر، فبالتالي ما بي كده يعني. مع ان هو ده الاشهر النسبلين يعني، بس ما علينا، هو قال كده فماشي على كلام الكتاب ماشي. طب طب ازاي والله بنشخص اي حاجه في الحياه؟ بقول لك ازاي تشخص تشايلد ابيوز، ازاي بنشخص اي حاجه في الدنيا؟ قلنا والله بنشخصها عن طريق ان انا باخد هيستوري واعمل اكزامينشن واعمل ايه وايه واخليه يعمل انفستيجيشن. طب انا لما كهيستوري هاخد الهيستوري ده من ابوه ولا من العيال الصغير؟ لا غير العيال الصغير ده ما بيعرفش يتكلم، ولو بيعرف يتكلم فهو خايف، ليه؟ لان ابوه هيركبه لما يروح، فاهم؟ فهو خايف. تالت طب والله برضو اللي ممكن العيال الصغير ده مش فاهم يعني ايه كلمه، هو مش فاهم يعني ايه ابيوز، هو بيتضرب وخلاص، هو مش فاهم ان في مشكله في الحوار ده، فاهم قصدي؟ فازاي بنشخص التشايلد ابيوز؟ يقول لك بص بنشخصه عن طريق الهيستوري، ان ابوه بيحور من الاخر، ان ابوه بيحور. تاني حاجه الديلي ريبورتنج، اللي هو تلاقي الواد ما عنده الكدمه بقى لها 3 4 ايام وايه وابوه لسه جاي بيه النهارده، فانت تشك من اول ان في ديلي ريبورتنج اصلا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. ليه؟ لان هو عايز يخبي عنه اللي هو عامله، صح؟ وان هو يعني اللي خلاه يجي المستشفى ان هو عمل مصيبه فيه يعني، الواد ده هيموت يا اما ايه هيحصل له عاهه مثلا، كسر كسر محترم بتاع مش عارف يمشي، فانا خلاص ده لازم يروح المستشفى، فده ليه ريبورتنج. ثاني حاجه ان الهيستوري بيحور ماشي، وان هو بقى اللي هو مدي ديت صح للواد ده واقع امتى، واصلا الكدمه دي بقى لها مثلا 4 ايام وانا واخد بقى ايجنج وبروزنج بقى تمام، وهو بيقول لي لا ده لسه واقع النهارده، واقع النهارده يعني. هو اولا ده مثلا منظر مثلا بوكس او منظر الم او منظر مش عارف ايه، ده كده هو بيكذب في الجرح. ثاني حاجه ان هو ايه الايدج غلط، فبالتالي ده في ايه الراجل ده بيخبي على حاجه، فده الهيستوري ان الراجل بيحاول. طب ثاني حاجه اكزامينشن، الاكزامينشن هنا انت هتكزامن ايه؟ هتكزامن الجروح تمام، هتلاقي زي ما احنا قلنا ان هي كتير، اللي هو بينضرب كتير، وهتلاقي في مالتيبل ايدجز اوف ايه اوف هيلينج زي ما احنا قلنا قبل كده. طب تاني حاجه يقول لك الواد ده بيبقى خايف جدا من ابوه، فبالتالي ما بيبصش لابوه خالص، فبيقول لك افويد الاي كونتاكت، وبيخاف بيخاف يبص في حد، وايه تلاقيه بص في الارض كده وكاشش، والواد ايه شكله غلبان كده، فايه والله يقطع القلب والله. فده الاكزامينشن، ده ايه كبيهيفيرال يعني، بص في الواد ايه ما بيبصش على ابوه يعني، هو كده يعني ماشي ما علينا يعني. طيب انفستيجيشن، والله الانفستيجيشن الوحيده اللي نقدر نعملها الراديو، ان الراديوجراف اللي هو نعمله ايه اشعه نشوف لو عنده كسر ولا حاجه. طب خلاص احنا كده ايه يعتبر شخصنا، وفي حاجه اسمها كده خلاص ده الدايجنوز. في حاجه بقى اسمها الديفرنشال دايجنوز، اللي هو ايه مش اي عيل يهبل يا عبيط يا دكتور يهبل، انت ان يكون ايه ان هو يكون بيتعرض لابيوز. طب ايه ممكن يكون تلاقي مثلا في بروز او كسور او ايفن فراكشرز بجد، ويبقى الحوار ده اكسيدنتال؟ طبعا معظم الفراكشرز اكسيدنتال، معظم البروز اكسيدنتال، ايه المشكله يعني؟ ده ممكن حاجات اصلا في حاجات باثولوجيكال تعمل لك السبايرال فراكشر ده بسهوله جدا، زي حاجه زي السيربرال بولسي. السيربرال بولسي ده يبقى واد اتولد وما وصلوش اكسجين كويس، وانا شفت منهم كتير والله، بيبقى حرفيا يعني الواد ده لو لمسته بيتكسر، لو لمسته كده بيتكسر حرفيا. في وممكن مثلا يحصل له كونتيوجن مثلا، واحد عنده بليدنج ديس اوردر، عنده هيموفيليا مثلا، عنده مش عارف ايه، فيبقى عنده كل شويه بروزنج، وهو الراجل مثلا ايه مثلا ابوه مثلا نمس خد له كده فراحت معلمه سلاب مارك مثلا. لو هو عنده مشاكل ده حوار تاني، ممكن يكون كومون باثولوجيكال. طب تاني حاجه يقول لك ممكن يكون اكسيدنتال ازاي؟ يقول لك مثلا العيل الصغير مثلا وهو بيزحف، حلو، فطبيعي ان هو بيحك ركبته في الارض وهو بيزحف، او مثلا هو قاعد بيرفع وشه قاعد يدي براسه في الارض، فعادي جدا ان هو يحصل له بروزس في وشه، لان هو كل شويه ايه قاعد يتنطط ويرمي وشه على الارض، ده عادي، ده ايه ده اكسيدنت، ده بالغلط ده الواد هو اللي عامله اصلا في نفسه، او مثلا هو بيحرك راسه يخبط من قدام ورا زي ما انت شايف كده، او ما علينا يعني مثلا هو عامل لك العلامه دي بره. طب اي حاجه ثانيه؟ لا في حاجات كده لا الواد عمره ما هيعرف يخبط فيها نفسه يعني، هو مثلا هو بيصحى مش هيجيب الايه الصاي بتاعته مثلا، فاهم انت؟ فهو ده قصده يعني، ان هو في حاجات الواد بيصحى مثلا هو كده لا هتبقى اكسيدنتال وهيبقى عادي يعني، فهمت قصدي؟ لا تفرقع عن الاكسيدنت. طيب يقول لك والله انت لازم تفرقع عن حاجه اسمها الكومن مارتر. الكومن مارتر زي ما قلت لك قبل كده، لو واحد عايز يقتل واحد لا هيبقى مره واحده هيخش يقتله مره واحده، ثانيا غالبا هيكون بيستعمل سلاح عشان يخلص ماشي، بدل ما يقاوم وبتاع الهبل ده. يقول لك بيختلف البتاع ده الفيتال اللي هو المميت، اللي هو قتل واحد قتل ابنه بشايلد ابيوز عن طريق، او ان هو قاصد يقتله عن طريق ان هو ايه الله، والله الابيوز هيبقى عباره عن
كوميوليشن اوف ريل انجريز، هو في عنده جروح كتير او مشاكل او كدمات كتير وهكذا، وانما التاني اللي عايز يقتل دي هتبقى مره واحده وهيبقى غالبا بيستعمل سلاح، انما النون اكسيدنتال هيبقى ايه، ما بيستعملش سلاح غالبا بايديه، هو بيلطش له بكده يعني. ماشي، بس ده اللي ايه الكلام المكتوب عندك. جميل خالص، ده كان هو بيوريك السكال دور تاج قبل كده. طيب الرول اوف فيزيشن، انا كدكتور المفروض انت بتدرسني يعني حاجه اسمها تشايلد ابيوز. انا والله على فكره دي من اهم الدروس عندك، لان انت المفروض اي حال تشايلد ابيوز تقفشها. ليه؟ لان هم كتروا قوي اليومين دول لاسباب كتير يعني ما علينا، بس ايه هم كتروا. فالمفروض ان انت كدكتور اولا لازم اصلا تلاحظ ان فيه ايه ابيوز، صح؟ وانك تاخد ايه وان هو ايه ويعني وتجيب وتاخد بقى اقوال الاب ده وتترجمها ان الراجل ده بيحور وان هو عامل ابيوز وكده يعني، فاهم قصدي؟ فانت المفروض اول حاجه انك تشخص الابيوز، انت دكتور فاهم، انت وظيفتك انك تشخص. طب بعدين قال لك والله إيه، طب بعدين قال لك والله اي الواد ده بعمل له ايه، والله إيه انا شايف الانجليز، فاي حاجه عندنا في الطب الشرعي لازم ايه بنسجل الانجليز، نصورها نكتبها ناخد عنها ملاحظات وهكذا، وغالبا لو عضى مثلا هنقعد ناخد ايه، ناخد منها سوابات ونعرف الدي ان ايه، لو نشوف مثلا لو امه مثلا انقرض جامد وبتاع، فبالتالي ممكن ناخد سوابات، يمكن ايه فعلا يكون صاحبه في الحضانه بس كبير مثلا ابوه مش عارف كده يعني، فاهم؟ اللي هو مثلا او مش هي واحد تاني كده يعني، واحد كده يعني. تالت حاجه انت تبلغ البوليس، ودي حقيقي فعلا ده اللي بيحصل، انت ايه بتعمل ريبورتنج للهوسبيتال بوليس. حلو الكلام، حلو الكلام. بس فده كونسبت تشايلد ابيوز. طب تعالى نحل الاسئله كده والله ما قريت لسه. بقول لك ايه واتر كوين انجري، ايه الكومن انجريز ايه في التشايلد ابيوز يا ابني؟ والله احنا قلنا في بروزنج زي ايه يا ابني، زي السلاب مارك، زي العض اللي هو البايت مارك، زي اللي هي الديسيكويد بروزنج فاكر انت، زي مثلا ايه البلاك اي، وهتقول له بقى كله بقى تقول له الدرس كله، والسكالد والدراي بيرن والمش عارف اللي هو بتاع الاير والسيجاره وكله بقى، تقعد ايه تقعد تقول له كده ايه ودماغه والسب ديورال، تقعد بقى ايه تشرح له الدرس يعني، تقول له الدرس بس انيوميشن. معرفش السؤال الغريب ده، وات ذا ديفرنس بتوين ايه intended murder والنون اكسيدنتال شيلد ابيوز. قلنا المرضى بيبقى ايبوزيت واحده وبيستخدم سلاح، انما النون اكسيدنتال شيلد ابيوز بيبقى ايه ايبوزيت كتير اتاكس من الابيوز، بيبقى طبعا بيبقى فيه مالتيبل انجريز، بيبقى فيه مالتيبل ساينز اوف هيلينج اللي هو هيلينج بيبقى عمر او ايج اوف هيلينج. اسف بقول لك بقى ما هو الفرق بين الانجريز في الكومن اند اكسيدنتال شيلد انجري، هتشرح له اللي هو اللي هو ده في في الاماكن اللي هو بيزحف فيها، انما دي في الاماكن اللي ما بيزحفش فيها. ماشي، فبس ده اللي هتقوله بس يعني. شطر صغير الحمد لله ومهضوم حقه، ودي حاجة حلوة. ربنا يوفقك يا رب، وذاكر يا شباب.